نيابة الأموال العامة العليا قررت حفظ التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بأراضي شركة نيو جيزة، والمتهم فيها رجلي الأعمال صلاح دياب ومحمود الجمال و15 آخرين، عقب سداد مسؤولي الشركة مسحقات الدولة البالغ قيمتها 238 مليون جنيه و722 ألف جنيه. وبالتالي المستشار البحراوي قال إن صلاح دياب ومحمود الجمال سدد ما للدولة من مستحقات، ولذلك تم حفظ التحقيقات معهما ومع المتهمين الآخرين. هو السؤال، ما كانش في طريقة تانية إن إحنا ناخد في النهاية دول 238 مليون جنيه، يعني مش رقم ضخم، يعني ما كانش في طريقة تانية غير إهانة الناس عشان نقدر ناخد الفلوس؟ ده سؤال. السؤال التاني، طب الناس سددت ما لها مال الدولة من أموال، ومين بقى اللي هيسدد للمهندس صلاح دياب ما حدثت له من إهانة؟ هنا فكرة إنه الأجهزة بتخبط في بعض وتتصارع، وفي الآخر حتى ما بنعتذرش للناس وما بنقول لهمش إحنا آسفين، نهين الناس عادي جدا، وبعد كده نقول خلاص ما حصلش حاجة. لكن الحقيقة إنه حصل حاجة، والحقيقة إنه هذه الإهانة هي التي أرعبت كثير من المستثمرين. أخطاء قد تبدو صغيرة لكنها في النهاية لها آثار كبيرة جدا.